السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنكمل القبعة الرائعة. أولاً، ارتفعي بسلسلة واحدة وحركي غرزة نصف عمود بلفة أمامية كما يتضح في الصورة. في أول غرزة حركي غرزتين أماميتين نصف عمود، وفي الغرزة التي تليها غرزة نصف عمود أمامية واحدة، وفي التي تليها غرزتين كما يتضح في الباترون. وهكذا أكملي إلى نهاية السطر. وحركي غرزة منزلقة في أول غرزة نصف عمود. ثانياً، ارتفعي بغرزة سلسلة واحدة وحركي في أول غرزة غرزتين نصف عمود أمامية، وفي الغرزة التي تليها حركي غرزة واحدة أمامية، وفي التي تليها أيضاً غرزة واحدة أمامية، وفي التي تليها حركي غرزتين، وهكذا كله يتضح في الباترون الموضح أمامكم. وفي نهاية الدور حركي غرزة منزلقة في أول غرزة نصف عمود. ثالثاً، ارتفعي بغرزتين سلسلة وحركي غرزة نصف عمود بلفة بنفس الطريقة التي شرحتها في الدرس السابق وكما تتضح لكم في الصورة. وأيضا في كل غرزة من الدور السابق حركي غرزة واحدة نصف عمود حرة. وفي نهاية الدور حركي غرزة منزلقة في أول غرزة نصف عمود. رابعا، سوف يكون هذا الدور بنفس الدور الثالث وأيضا الأدوار التي تليه. أنا في القبعة التي باللون الأسود حكت بنفس الدور الثالث 9 أدوار، أما في القبعة التي باللون البيج فقد حكت 8 أدوار، وهذا يعتمد على سمك الخيط، فالمقاس كان عندي 5 سنتيمتر. ملاحظة، هذا القياس من دون أول دورين، وهما الدوران اللذان حكتهما بالغرزة النصف عمود الأمامية. بإمكانك الزيادة من عدد الأدوار كما ترغبين بطول مظلة القبعة. خامساً، والخطوة الأخيرة سوف تكون بنفس خطوات آخر دور من الدرس السابق، وهو كالآتي: سوف ترتفعين بـ6 غرز سلسلة، ومن بعدها عدي في عكس الاتجاه 3 غرز: 1، 2، 3. من بعدها عدي للأسفل 3 أدوار: 1، 2، 3. وحركي غرزة منزلقة في المكان الذي وصلتيه، وهو على رأس الدور الرابع أو أسفل الدور الثالث، ومن ثم حكي على هذه السلاسل غرزة حشو و6 غرز نصف عمود بلفة، ومن ثم غرزة حشو كما يتضح في الصورة. ومن ثم حكي غرزة نصف عمود بلفة على أول غرزة للغرزة التي ارتفعت منها بـ6 غرز سلسلة، ومن ثم حكي غرزة نصف عمود بلفة في الغرزة التي تليها وأيضا في التي تليها، أي أصبح هناك 3 غرز نصف عمود بلفة. ومن ثم ارتفعي بـ6 غرز سلسلة وعدي من هنا 3 غرز: 1، 2، 3. وحيكي في الثالثة غرزة منزلقة، وفي فراغ الـ6 سلاسل هذه حيكي غرزة حشو و6 غرز نصف عمود وغرزة حشو، ومن ثم حيكي غرزة نصف عمود على أول غرزة للغرزة التي ارتفعتي منها بـ6 غرز سلسلة، ومن ثم حيكي غرزة نصف عمود بلفة في الغرزة التي تليها وأيضا في التي تليها، أي أصبح هناك 3 غرز نصف عمود بلفة. أكمل